بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل أبو قل أفرطني الشناد يكمل من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب مواقيت الحج والعمرة. حباب هي ماله اللوم مدليي حجك يعمر إن لقى حده مواقيت وجمع ميقات. أنت أن عشر قليل مرك حديثك قدام بي حديث يعلى ابن أمية مسألة كجرتون إلا بروجيه من نيد بينه إلوني وأهيد صحابي الرمي قام كون نبي سؤال شو ويدي صلى الله عليه وسلم وحكوا شري نبي قول سؤال شيء موسى كجوابين وواكرتي مركو إن برسوق يبا وحي كسو دقي كدبنا سائل كبو نبي قول جوابي با كجري حديثك سو سيدان ما هاي وحي كسو دقي نبي ku jawaabay meesha lagu ma sheegay saadarteed culuma waxay u dalishadaan xadiidka usuliyiin iyo fuqahaaba leh waxay u dalishadaan wixii waa noocyo badan yahay noociisa waxaa kamida qayb aan la akhriin oo sida quraanka loo akhriyo min alwahyi ma la yutla waa kamida nabigu wixii ku jawaabay wixiina hadda wixii quraan oo la akhriyo meel ku qoran ma ah bay u dalishadeen وأنا كل عدي حديثك سيدا ما كان ليدا لكن ابن أبي حاتم في تفسيره آيات سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله تفسير كذا أي حديثك كوري من طريق عطاء سنة ضعيف ضعف كتشره سائل كان مركو النبي سؤال شويدي يوم الجعرانة حديثك يعلى وحاسود قوله تعالى وأتم الحج والعمرة وحي مركب ميشن أن لغوشيغن آيات داس وأتم الحج أي أهيد بواسق وريي كذلك الإمام الطبراني في المعجم الأوسط أصنا سداس كوري من طريق آخر أو أخرى أو ضعيفة لبدا الطريق ضعف وكتير هدان لعسكنين أن لغوف السرين وحي أن لشين أن لغوف السرين وحين نقول إيسا سدى فقهاء الشيخنا مسؤولين من الوحي ما لا يتلى ونبي مركا قاركوت وحكو جواب الجري أسئلة أي أمدو ويديسو بالوحي بكل جواب ترى وحي جانا وحي قلبي يسلقوش بيوم مثال لفان سينا يو الله فطونا يو يحقنا آن قرآن الآخرين ويا آن أهين مصحف كوكو قرر سيدا سيمر كان نقونا إيسا لكن حافظكو إشكال كاسو صوك الشيغي وحولي هل كاسات مودا إن آيات دا آيات 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 دا سيدا اللغة قادة جوابتي سائل كان حيو معدو معدو وإشكال بالكا كإيماني أيد وأتم الحج والعمرة لله بأن ليله نينك كوت كقبي إسكو صور رموقي إسكو سبوحي عذر كلها تاكت خصوح دي سيدا أيد حكم يكسو عضين إسان الله تركيو دو وحبا أنت في رجارة حابتكو أسكو دي لكن والآخرية يوضفيرين كبتان كل حديك في صحيح بخاري كفيري باو مواقيت الحج والعمرة حجكو حولي هاي لبا مضل بوليه لبن مضل بوليه حجكي عمره لبن مضلوت بوليه ميقات نوا مكاني من نوا زماني بمعنى وحال لغا ودا حجكي عمره وحيليين قوب لغا حدو اي حل اللي حدو ويسان اسحين المركلة حلك لا اسحين مواقيد الزماني قا وشوال ايد القعد ايد الحجوي مرك حج اللي تشوه حج هضاد حيلته بيش السوال شوال أما شوال أما صنفر أو تقارنان يبشا كو حكتية ذي القعدة اللي داد أما ستتال اللي داد يبشا ذي الحجية عرف أو تقارنان صدح لها بيروت بحاج حرب ماه هذا بلاها كلا حاج حرب تمقو انتميه وصلاة ظهور أون لقاني وقت قادو ذي حرتيو اسقبان ما يسو مواقيت مركز زمانية وحاجكو إن لحدا أي واجب تاينيك حاج دونية أن لغوهر مرين كرين حقنا أن لغد دبليه كريم باجيرو وتاسوا مسألة إجماعية وحجك واقوني أما عمرضو سنة كوردن بايض الله حران كرا لابي يطوانك بلوض باد حران كرتا هل مر بي ممنوع تو عمرين هذا حيرتو أدو أعمال حج كتيرة ونولي كرم ما أني حجك أعمال شيسي عمر ما حران كرتين عمري حج واضو حران كرتا وقارن واندقون كرتا عمره انت ظهور مريسوت كحلال ودو حج واتصو حران كرتا واتحران كرتا كد لكن هذا حج حرني
وحج كتير ونعماش عماش حتى كأن لما إن عمره قع كما سينكرت لكن عمره السنة أنت سكلي أيضا وفران تهاي مثلا ده عمره ملقوه عيشان كده سنة كهال مروح كبضا إيما يوم مثلا خلافية سلف كوة سمان رافين مالك يا جماعة من التابعين من السيرين كمدية وحديث جرين سنة هل مرون با سنة كل عمره يسان كده كالحج حج عمره واسكم مد مصر نغدان في العام مرة واحدة عمره لقوع عشادنا وسنة كل وقور أما صدح قور عمره يستنا وكراهي دي جرين كراهي عبادان اسمه قلان هدي جمهور تنوحي أقول أيوة أقول إن لقوع عشاد تاسمر كوا ميقات كي زماني قها هذا وحكاه الله يشوق وحوي ميقات كي مكاني قها قوبها مكة الله تقو إن لقى حد حج كل الله ربا أيها هذا عاوة لقاه الله يسد حديث من يومك كين دونا حديث كوبات حديث من عباس بو كب الله بباب كو حكو حجين دونا حديث عبد الله بن عمر وحكو حجين دونا حديث جابر سدو ترتيبي لبا سد حديثنا عبقرية ذي ما مسلم باكم مقانس يدقديس ما هي الحديث كهوري إيه من عباس وحديث متفقة وبخاري مسلم سكوا فقين سي حديث سنا إمضوا أي مال دقين وحشكي إيه يتردن أسن كتشرين أسوه هرمريو وحقر دقاي أصل كي إيو نغحي لغة أساس يا حديث باك وحو مخاتو أقر دقا حديث من ابن عمر وحاسو قدالو قيي وحاكو جرى قيب وليه أنو نبي كهم مقالي والله إيه شيء مركا هدية أي قيب كجود أي صحابك لكو شيئين أدو درجة اللبات باطايوي حديث جابر بودن بيسي ومحاية إلى ضعف باسنة كسو كجرو أصدقى بكو شيئين في كتابي التمييز صادر تشاهدك أقودن بيو كدقا هيا مسلم قابك أسو مركا حديث بابك ترتيبي قال الإمام حوري حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام البزار وابو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد جميعا رجعنا دي علماء حديث ورنا ان بضم بين صوشك شيخنا وحتى قدم بي وان دول مرايا وحي ونوع عصب مويين الا والله سوق قبصتين جميعا عن حماد بن زيد بوجه اذا قال يحيى وحوري اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو دينار المكي عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طاووس عمرو دينار ورقد اسكت بقاء ومع ذلك وحقوق اسمع عمرو بن طاووس حديث كسي قاته حق انكستو طاووس وداوي حق سند قال لك واسكو طبقه عمنا عباس رضي الله تعالى عنه ما قال وحر السحابقة وقت رسول الله رسول كلا وحمد ليي وقت من التوقيت وحو حددي ونبي السر قويي وقت رسول الله رسول كلا وحو كان قوي نبي لأهل المدينة ريم مدينه إني كحر مضان ذا الحليفة ماشي اللي ياد ريم مدينه هذي حجين أيام ذا الحليفة مركي مريا وين حجك حدان وي وانا صد النبي عليه الصلاة والسلام نقول ذا الحليفة سو قريب النبي حجك حداي أو حرمضي مدينة كما صو حرانين أيضو علماء وإسكوا فقسيهين سيدا إجمع لقصو قور شيء على كلام فيه إن يبنانتا يا مربدة حجين يسو قوريك مركات كبح سنة حراتو من دويرة أهلك نيروبات كحجين يسا أي ربوتك نيروبات كحران كرتا قوريك هذا مركات كبح سنة حران كرتا انت اللي بسط حرام قادي أولا هذه لكن سيف فضي بدن ما إن قوريك هذا أن كحرده أبعد منطقة أن كحرده فضي بدن مثل قوبت ونبي وكحردي ومضو أم ذليي وحدي ذي وسيرت لغيبا إنه كحر يا فضي بدن سدو نبي ويلي با فضي بدن سدو نبي ويلي با فضي بدن ولأهل الشام وقت لأهل الشام ريشام ذي الحليفة وميقاتك ويوفق مكو حق ما كان مكان لي هذا ميقات وقف قال لقى صو حرم دوي وارت مدينة قرك هذا ذا الحليف مدينة سارت وارت الطور هذا واد جوكتا مكانه وحيكو جرت دور بقوله كيلومتر وايد وقف ولأهل الشام وقت لأهل الشام ريشام نبغي في أمة ذلي الجحفة ماشى لي ما هي عنا ولا إلى هذا جحفة ماشى لي هذا ريشام نأيوه مركز واحد جينا يا إني جحفة كحر مدام با نبغي أمة ذلي ما يعنى وجحفة وحلو يلي تاريخيا وحلوها يا مال وكي نبغو أي كاد عودين ضد كده جناء مكي مدينة لقد عودي دعري كذي يا ملار يدي يا قنين كذي دوما كذي وكي نبغو إلى هاي برينا قنرة إنه كرر المدينة وقرر هل قاسي الجحفة لا دش أصل كده هرنا نبغو كعمال قدر لورن شريبة أنت يكسو الدولين ساعات أقوام كمبيدو الدقانة يثرب بيوقحين الكاسي جحفة الدقين جحفة مركي يهو دقن بها دان إلهي كره قوضات باب بيو ريقي إبر كده ونفر بأن كريبين
جحفة مركا وإبرسو أما مرسو معناه روحي الدقواب بإساء هل كاسن ريشام أيا اللون بدليي ولأهل النجد ري نجد ريكوراتك حقا الرياض يقسيم يبريدتك إيمان هيانا قرن المنازل بو نبي قم بدليي قرن المنازل أهل نجد الكاسيون كسو حرمانيا ولأهل ووقت يهراك وصعوتا ووقت لأهل اليمن ونبق أمة دليئي وقرد ميقاد يمالك حدان يلم لم يشهدون كحدتان وي قف قصتو بن آدن ومكسو هذا حج السوكعة أف ارتجه ما يشهدون هكي ماد أما قلبي هكي ماد أما بري هكي ماد أما وقوي هكي ماد أما كونفور هكي ماد ميقاد بكسو بيقميا أما ولسميا لبدا اميدو ان صد المرته يينا الله سناتو دلو مرتنا واخير هديدا مري كرينا مركا الله سيمنت هاي ام باد خرانيس سدان باد ييل وخي كونفور كا ايمانيه او دن سدا سوماليدا ايتوبيانكا كينيا ري يمن يلم لم باي خرانيا وخي بري كا ايمانيانا وخي كسو خرانيان قرن القرن القرن المنازل نجد برغاسه كيمانيا وخي كيمانيا هلكاس يي وقوينا او ريشام يي مصر يي ولها المارنا وخي كيمان وخي كخران هيان جحفه كخران هيا وخي حق المدينه وقلبيت كيمانيا وخي كخران هيان ذل حليفه سام بينو افرد جهابه مركه ميقات باد كو بيغي اما والله سميس بدل مريم والله سميس قال النبي وخي يري فهن ميلهن لما ديري لهن للمدائن بيؤهات فهن مواقيد الله شيغي ذا الحليفة جحفة جحفة قرن المنازل ايو يلملم هن مواقيد يسيريا شعان ديغي لهن للمدائن مالون الله شيغي محال شيغي مدينة شام نجد ايو يمن مقوادين لهن الليلات بعض النسخ وحي قرية رواية باب من دونه فهن لهم واسدة في عن فهن مواقيدة لهم لأهل المدائن ذاتك الدقان مالها مدينة الدقان الشام الدقان نجد الدقان يمن الدقان با إسكالي أما مرك أهل كهالله شو أما هل لقوي هدي يقول واكو قدر أسكو باللوجي ذا ذاتك مواضيع ذا لما قال يمسو حجين هياني ما قال يمسو ذاتك سو حجين هين باللوجي ذا طيب ولمن دول بيوه هذين وكحر منكره أتى صومر عليهن على الميقات مواقيت روحي صومر إن رم مدينة هين أو كحرا أضوم مريكا كي يمد بعد مدينة صومرت أو صوماليا دي ميزان وعنقسو حرمان جري يلم لم يبحى ميقات كوة دا الحليفة كوة جحفة كسو بيغان تادو كي من هالكاس يبري وات كحرا نيس أضو قوي كي يمد بعد كسو بيغان قرن المنازل واتحر نيس كالقادم ولمن دول بيوء هذين أتى أي مر عليهن على المواقيت صمرة ومن غير أهلهن ضدك أصل لغو طلق لأنا هين ون ري مدينة هين ون ري يمنة هين ون هين ري نجد أنا هين ون ري شام أنا هين ومن من دول أراد الدوني الحج والعمر شردوي نك صمرة عمرية جون هي حج أيا كحرمانية هدي صمرة ضوء قنع صداء أما أرضيا أما الضنكة لأسعودة وحوكو مقص منها حرطوه وحوال لك أمر ربو علماء قبتاج رانينكي صومر مواقيداس تعظيما لبيت الله الحرام إنه حرم ذا وناكسا أما واجب أبا يري ويجران لكن حديث ذلك سواء محي لك أمر ربو نبقى قيدي هن فهن لهن ولمن أتى عليهن أي مر عليهن ممن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة وحج دوني تيسير بعض الربا انت فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من اراد الحج والعمره انما بوحد ومدرج من كلام ابن عباس انما باطل مامي لكن مسلم سيده ظاهر كساد حكم مرايا انه يها من قول الرسول عليه الصلاه والسلام كذلك حفاظ الابدانيين ابن حجر نووت الماما اسقى مسلم انا كتاب التمييز ولا قصوا قولي هاوش انه تلمامي ان قصوا اختصار كجل سبحان الله بقول سيدتي انت طبقه فيري إنه كلام الرسول الله يهيب على اللوب بضية هل كان مركو حا كجرة مسألة مهمة كجرة ريشان بعد ميقات كادي دا
ذا الحليف مدينة صومرت أدور هشام مدينة صومرت ذا الحليف إن أنت كحرمت على الربي واضع فتو الشام ميقاك الجحفات كحرمت وانت ضافتي يا مرك الله سمنت جحفت كلها حتى ما كحرتي ما حل إلا النبي يقول الله أرمود بسمي بلادي مد ولا ميل بوسيري ري من هالكاس ري نجد هالكاس ري شام هالكا ري مدن هالكا بور ري عراق وينوض بايمان دونا وحوك لو قدري أحد كسوم مرة إن بلادنا أنا هاي النوال الحكم عمري حج دور هاي جمهور هالعلم وحي قبان أدور ري شام هذا ده الحليفة صومرته الحيفات كحيرا من الدافي كرتيد إن أضافتنا وحاران أدو ري يماني دا أما سون كونفورت بريغا أي أفريكا كسو حجي جلم لما دافي كرتيد دا دوتاتين مرتيد دا الحليفي إيو مدينة تدكور رسالة كاد كاد عادي ما دافي كرتيد جمهور طال كاسين مرين لما دافي كرتيد وانا حاران إن لا دافو نينك دافانا ديك باكو واجبي يعني الكاسي لمبرين كاسي كودجين او اه فهن لهن ولمن اتى عليهن قيستان ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ري بدين ولا نقن هي ري يا لملم يا نقن لكن وتمرت ميقات كي كوغو سوري باد كحرمنيس ضد افتنا حاكود على حديث كي باتبيسي طيب حنفيه ذا بدن كوت هي قول مالكي حوق بدن أبو ثور كشافعي أهانا أوحوجي ابن منذر نأودورتي يوحي ليهن وضع فكرته ديقنا هو واجب مهي وانتات كان رافته ياد كاك لئيت أصل بالهيد بات كحرمانيس أما ميقات كلو حق كحيقا كسي حرمان كرته وين أقول بناته وحدي قان لقام مرة لكن والأفضل بالاتفاق وامحي ميقات كأهرية ثومرت انات كحرته يا فاضي بغي بالإجماع وحال لقاه الله يوام ما حرام با مديك با يواجبي مسميه وحال لقاه الله حقا مركا ديبكو كجرا ديبكو حو كجرا لابو عموما ماشي كجرا ايا اسم مدح اسقلين ايا وقت لأهل المدينة كذا وقت لأهل شام كذا وقت لأهل اليمن كذا ولأهل نجد كذا بالي روحي ري نجدية اما ري يمن ايضا اما ري شام اي ماشا صومرة إنه كحرمنا يو أيا كعد أميقات كلها أصومرو أميقات كلها ودي من هذا أمي سون ودي عموم كلها سلقة فهم أيا نيكي ريشا ما أميقات كلها صورد أصغر صورد في إنه نجح في كحرمنا كلها سلقة فهم أيا تاس مرك وعو عموم كلها سلقة جرا ريم يمانه ريم مدينو حتى أميقات كلها دين مران ذي الحليف كحرمنا كلا ري يلالم حتى أميقات كلها دين مران لأهل المدينة مركا الله في رعوم بأكو جروب ريم مدينة يوم الله كلا قادن أميقات كلا أصوه الرئي أميس أصوه الرئين أميت كلا هم مرين أميس مرين لابا قوربا وحيحقوا ليهين إنه كحر مدان دل حليفة عموم كلا كاسا لقا فهم وليه وحي ليهين ما يوحاكو رمانا مدى ولمن أتى عليهن ولما تاع عليهن محل معك معك كسب معك كسب بعي نيو والبو ميقات ثمرة ميقات كأهرين وكحرم دوي هذو دونه كبه كذا بيجي مركب الله بده عموم بيسكور كير يعني وتعارض بكجري لي مركب الرأي مسوى مسألة خلافية مركب حباه ومضى ديك يلقوا واجبين أما رأي الجمهور وحاول ديك بواجبية فمن كان نك هذا دونهن دون المواقيت فمن أهل غير كيسوك حرمانية نك ذو الحليفة بكسوك يا حق مكة جرا أما جحوفة كسوك يا حق مكة كسيح يا هل كابت دقان يدقن سوية هاي فمن كان دونهن دون المواقيت نك دقان وحق مكة حقا فمن أهله فيهل من أهلي قرق سوك حرمانية وكذا فكذلك نوال بنيكو كسي سوكيو يا حق مكة كحقا هل كابت كسي حرمانو حتى أهل مكة حتى ريمكو يهلون وحيك حرمانية منها من مكة مكة وحلا جا حرمضة واحد كلي هو هذا وهذا هذا عمره حج عمره مكة لقى ما حدوه سلموه عمره واتكبح من مكة حرمك واتكبح مالك من باتل
وحكى أصحك إن مكلاك بحيد هو الحج وحاجة وهذا يهلون وحيكحرها منها من مكة يكحر هذا مكة تكتان ومكة كم حرتان أنت في عمر يستان وبشا سيدة اللمات كذا أتكتان ذي القعدة أما ذي الحجوب كوة أتكتان أما الله بيصدح عمر يستان حلال وذا وذهولين نسكقف ستان مالك سيدة حج محرتان ومن ما أدان إذا مرها مكاته حتى أهل مكة وحوي ننكي الدقارة هي مقيم كوا اسكم بيت ننكي صوغة لحج أيمت عمر الله ما يستأمى حلال وبي وارهم مكو بحم هاي هل كان بعد كحرنا يسان أرورت سقلا سيدة بعد حرنا يسان حجكين حدثنا أبوكم نبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم الأموي حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه أبيه مرك عبد الله بن طاووس وهو متابعين يا عمرو بن دينار كلاهما عن طاووس عمنا ومتابع مرك كياني عمنا عسى رضي الله تعالى عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت وحي أمد لي أم أسري لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل شام الجحفة ولأهل النجد في كرات كنجد يقول لك كرات يحل إذا قوة قرن المنازل قرن إن رضى الربال لو بدن ياي إن رضى الربال لو بدن ياي إيه نكي إسكالها إيه الصحاح جوهري يوحود وقرن بالأخنية قرن الماء قرن والحركين بود يوحود ونوح ولي وخلضمي غلط فاحش شاب بالاتفاق باتفاق أهل الحديث وأهل اللغة واللسان حافظك وحولي انه واكو تيكسدي لكن قاضي عياد و خو كسو غوري نينك قابس لو رن جري غريب موطا قري اني لبدو بنايه لو اني بناي المهم وا راي لغا فيعان ياهي ويس لكن غلط كان لو عفين جوهري وحاوي خرو ويس القرني صحابي نينك تابعيغا قرني وحالو نسبه الى قرن المنازل لو كانوا كسو جيدي بو قرن قناس نينك لو نسبينا وا قويس ري يمدو ري مراد او ري قرن ليدادو تايدو وا غلط لو عفين لكن لو قيل بحين كرو حوي قوبتان قرننا والأخير كرا قرننا والأخير كرا ولأهل اليمن هي من وحوب مدليي يا لم لم يشلي وقال وحرهن قوبها أن عيمي لهم للناس بيوهادين ضدك ري مدينة يري شام يري نجدي يري يمانيت ولكل آتي متكستو يمادين وهادينو أتا عليهن الصومرة نين والبوي ما دوس مسافر وصومرنا ولكل آتي ولكل مار أتى عليهن نين والبو صعداء صعداء لأما صعداء وصومر ميلان بيو هذا ومن غيرهن ضدك أصل لو قلت لك الأمر مدينة أهان هاي ومن أراد الحج والعمر ومن كان دون ذلك أنت روحي كسوكي يميل كسوكي سدقا فمن حيث أنشأ السفر سفر كم يشو كبل لابوك حرمرية فمن حيث أنشأ السفر meeshaad go'aansato inaad maalin kad go'aansato inaad xarmato goobta joogtoon baad ka bilaabays yaad ka xarmaneysa hatta ahlu makkata reer makka labto ila makko ay ka xarmadaan min makkata ay ka xarmada mutashaw laba mutabi' wax dig ibn abbas ka keenay wuxuu ugu dhawaa shawaahid shawaahidi hadathana yahya ibn yahya qala qara'tu ala malik an nafi' an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala wuxuu yuhillu وحي كحرمنا يهل أهل المدينة يعني وحي كحرمنا التلبية يكروا قادها يان هلال كأس الكيزو الدواء أطبعتك وكر الله قاد من ذا الحليفة ماشا ليلاده ذا الحليفة ماشي باحور كبرنا العوص باحور لهانجرتو وهذا باكوية الله ساسي وهذا دون ديجري كل يوم نقعد بيها كان نحبها حليفة ليلاده عند العرب عوص كأن مركة يقول رضا أهمية ما دلكي قد حبيح جري ميلها بيها واحد نوان وادان ذا الحبيف ماشي باحور كلايد بن ديج باحور كنوان نوع عوسك كميدة ماء دلئي من ماء يقول ماء ساسي وادون ويسود وينجر وادي الصمالي ما كي نصوص تفسيرها يان رول كوذا وحان لقيه لين وحان رول كوذا لقيه لين يقول دو بيكو فسيري جري هذا كوربا يدين شيئي كافور كما كي نوفس معي نوفس فسيري جري حبك هذي أما ململ وحاسن اللي يجري ما أنا كافر منا وعوي ووضح تمرت تمرت ووضح يدور للشيء ذوي لما لا يهول له ويسكو أردوين تمرت ووضح إذا ما كان للشيء ذوي سيدا حبك هذه الململ كي أرتاه حبك هذه الململ كي وحبق من عيان كي وحاصل وحيا دل دلاع وتوشيا وحبلا بقى بتوا كيميكو ووضح تمرت نصيدا صوصمية ويسكو دوي يسكو دوي يهل أهل المدينة وحي كحر مريا من ذا الحليفة ماشي باحور كبضنا إذا ما
مدينة أكتيد أيد وأهل الشامنا من الجحفة كحرم إبريس وماجد كبابين جرتي إلا إيدي جري وأهل النجدنا من قرن قو قاسي كحرم ريا ووادي يمئه وقو في قيبة والله شيء قال عبد المعمر وحولي قرن المنازل قرن الثعالب معها قرن الثعالب حق طائف بجرا قال عبد الله وحولي وبلغني وحيسو قال عبد الله بن عمر وياد صحابه وحيسو قال عنه مما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري ويهل أهل اليمن من يلم لما رأي من وحي كحرمان وكحلا حجك عمره يلم لما يشاء الله إذا هذا لفظه وحيكون يهل باكوي من هذا يهل وصيغة خبر والمراد الأمر والأمر لا يرد بصيغة الخبر إلا للتأكيد بأصول الله إذا هذا أمر كعاد عد يو إن خبر أهاني ورهان لغوش وأمرنا لغوض كاسا كحب بدن كعدا إذا يهل وامحي هكحر مدنوي هذا هو خبران وحي كحر مريان وامحي ومثلا مسلمة أمر الله حقيقة شرعية وهي لبقر مريكرو أمر كتوسك يهل باك حق بدن لأن الأمر لا يرد بصيغة الخبر إلا للتأكيد تأكيد الأمر بين هذا الفصولين ويهل أهل اليمن من يلم لم بان كم مغلب المهم رسول الصحابة وعلى اسم عبد الله بن عمر أصوت وصن مقال صحابة أشيكتي وانا شيق دونا ركب جماعة إيش شيقوا ورد دونا وزعموا جماعة وكذي دونا مراسيل الصحابة وانا مقبول لأن بعضهم كان يروي لأن بعضهم كان يروي عن بعض وكي أنا سوي لي إبراهيم بن مالك بركانه بركة كلو حديث كقادن جري وحديث حديث النبي أن كم قال النبو صحابة كم قال شيء بأنه كقادن جري نبي قال أن أتيرين جري محاي إلي بين تمانا أقول نبرا النبو تغابة بين تكبرتين إن النبي كبين أبو رنو أما السحابي وحن جرؤوا شيئا ما ننقون آفنا جدا بيسوي مركب مراسيل الصحابة ومقبولة لأن كلهم محمول على العدالة محايا ابن عباس ودكتين نيربوها أحاديث النبي كم قالي لباتمية لقارسية ستة صوغة مغل لباتمية دور أحاديث بدونه كمان كمان ورياء بغلالة كل لقد صحابه كم قالي أبو بكر وعمر رقص وكور يا النبي قلوب تيرني سووا هذا حلو يعديه مركاكوسي مش منو شيء هذا وحدثني الزهير بن حرب وابن أبي عمر العدني محمد ابن يحيى قال ابن عمر وحيد حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن الزهري محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه مطابع مركو كان حديثي ابن عمر طريق النافع عن عمر بهذا هي زين هذا نوا سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري يهل أهل المدينة وحيكحرنا يان من ذا الحليفة ويهل أهل الشام رأي الشامنا وحيكحرنا يان من الجحفة ويهل أهل نجد رأي نجدنا وحيكحرنا يان حجك عمرضة من قرن المنازل ماشي الله إلى هذا جحفة هذا ماشي هذا وحاول الله إلى هذا رابو بعد اللي هذا معي جحفة وهلا قبل دلي رابو بعد الله إلى هذا قرن المنازل بيكحرنا يان قال ابن عمر وحيري وذكر لي وحال لي شيء ولم أسمع أنا وأنا النبي أنا كم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري ويهل أهل اليمن ريما وحي حجر كحرانيا من يلم لما يكحرانيا وحدثني حرملة بن يحيى تجيب المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أخبرنا يونس بن زيد الأيلي عن شاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه هذا نحور بائن زهري اللي سكون متابعيه بوكياني وهذا يونس عن الزهري يهران وحطمرة صفيان عن الزهري قال وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كلابا أنه ما قاله هذا عبد الله بن عمر هاي محل أهل المدينة ذو الحليفة ومحل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومحل أهل نجد قرن محل يعني موضع الإهلال مهل ومدخل مخرج وكله مركا لابد الله أن بارس كله فتى مهل أهل المدينة ريم بدنا ماشي كحرمان يان أما أي كذا واقع يان تلبيه كروا قاضي يان وهذو الحليف ماشي اللي يداه ذو ومهل أهل الشام ريشا ماشي كحرنا مهيعته ماشي اللي يداه ذو وهي الجحفة ومهل أهل النجد وقرن قرن المنازل بين كحرنا قال عبد الله يحور وزعموا وحي شيء صحابة دور جماعة وزعموا وإن صومر أن الزعم قد يطلق ويراد القول المحقق زعم يمر بالله شيئا أضو كوذا ذكري حكا
مرنا كتر كتين تزعم الليل هذا وكان له بن بئس مطية الرجل زعم وكي حديثه كيمي هذا حوجد سحابه زعم وكي حقيقي جاءها وزعموا ذكروا أخبروا ويكاد يقنطع وزعموا صحابة جماعة وحي شيئا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه أنه النبي كمان قال لكن من بأي شيء صحابة قال سبحانه إنه يجري ومهل أهل اليمن رأي من ماشي كحرانا يانا يلم لم ماشي الليل هذا هو متابعة كالب وقود بوسط أحد وحديث من عمره وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب المقابري وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي قال يحيى سو حوري في رواية يحيى مك حديثك ورن وحوري أخبرنا صاصو سوي لذا دوات قانان وقال الآخر وذاك لا سطحنا وحيدا هذين حدثنا إسماعيل بن جعفر نك أخبرنا إسماعيل ويحيى بن يحيى سيس وأخبرنا أبو بدنيا ودكتين أما يحيى بن أيوب المقابري يحيى بن قتيبة أيوب أي بن حجر أيوب صدح ذاك لي وحين حدثنا إسماعيل أصو حوري أخبرنا إسماعيل بوري إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرقي عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أنه سمع عبد الله بن دينار سالم هي نافع كلهم يروي عن ابن عمر أنه سمع في مقربه الشقيق ابن عمر يقول قال يلي أمر رسول الله رسولك إلهي بأمري أمر هران مهل أهل المدينة إيه ويهل وطمرت انتبه أمر عبد الغوشي أسوه بصيغة الإخبار واللي وجد أمر وولي بأمرك كحق بدنا والله صو شيء أسوق اسم لقديقنا والغوك يا نيبا طيب وموضع عاد الغو عدي أمر رسول الله سلك لوحو أمري أهل المدينة الرين مدينه أن يهلوا إنا يكحر بدنا ويتلبية ذكب اللابان من ذل الحليفة ماشى اللي من ذل الحليفة ماشى الليدات وأهل الشام نوحو أمري إنا يكحر رمضان من الجحفة ماشى الليدات وأهل النجد رين نجد نوحو أمري من قرن إنا يكحر رمضان وقال عبد الله بن عمر وحيله وأخبرت وحل أي شيء وأنا أنا المقل أنه قال النبي من يجري ويهل أهل اليمن من يلملم رأي يمنه وحكي حرنا يال ماشي يلملم ليده هذا وحوقد بحديث جابر أودم بيجي إلا يسكوها يجي طيب حديث كان أسرع مسلم أي في كتاب التمييز في كتاب التمييز بكو عدي وكره الله سبحان الله بقول سديتنا يشان إلى سقاشن شن بيجبو حلال كيسية طرق ديسي يكرال كد بن حول وحم محفوظ عند أهل الحديث وحديث من عباس وحديث من عمر أما حديث جابر مصر نوجري رياضة لقصه قوريه إنكسو اقتصاد وكجر وحاكم ذا نكو طرق بديي وحول حديث الشيخ إسا ذات عرق إنا يتميقات كالرعرق أي كحر منيان يا وحولي فليس منها واحد يثبط سيداس ابن خزيمة صون الشيخ ابن مدر باشيخة لكن أنك حنفية دي حنبلة دي شافعي دي هوشة وديدي وحال اسكوها يا كلية وان قرن يصدح داس رين مدينة دي الحليفة رين شام والجحفة رين نجد قرن المنازل رين يمنيدو يلم لما أفرت وانو قرني ميقات شاند متشراه ونبق مشيخة و ري عراق اي كسو حرمضا ري عراق اي كي مادان بري لغي ماد مشرق علوم بغو حيلي جمهور الشافعية والحنابلة والحنفية وحيليين ومنصنا بغا جانكوي ري عراق ذات عرق بي كسو حرمضا يان وانا منصوص كما نص ميقات أهل المدينة وأهل الشام وأهل نجد وأهل اليمن سيقولوا عدي والنبي عديلي حديث طورة بين أدلي شذان وحديث جابر كمدية مالكية ذا يودادها كان وحيليين يعنوا بنا صحابة كمدية إما صحابة كمدية عمر باحدي مرك عراق لفرطي ومسلمين بدن عراق سو حجيين خلافة سيدنا عمر يوحيد هنا دان نقرن المنازل ونوفق إياي اللي هذا مرك عراقي ما دان ميقات كري عراق أغسك إياه ما كي كودن ذات عرقنا يكل إحضان يكو آدم وقرن المنازل كان شامل ويكفق يونا هذا الشام حقا كاجرته حقا وقوي مسقل البيت حقا يرو وقوي بين نقونا يسا مركا حقا الله فيري مركا وآدم نوقفق يكدين إمحان سمعنا وحيو الوحادي ليسان ذات عرق
أو كوبيغان هل كاسي جحف كوبيغان كوب في قرن المنازل كوبيغان هل كاك حرمضة أو حق بريغة لا تعرفن كحرمضة السجى أجيدي سيدنا عمر بقولي في صحيح البخاري بيقص وقنت هاي مسلم مال بقط المام دونا لكن ساس وذا دام مري وذا دام مري وحيلين وحق الدليلة حلي النبي محمد وجدين يي وسيرين يي مواقيدا ليه هاي وح عراق عراق لما فرنب عراق لما فرنب مركم ما قودا انت نقول يا وقرا عراق لما فرنب يدا دي وحلو بشي نمنكا شام لما فرنب شام تنبي وقوين هاي لما فرنب يمن ضد يربا دعوه كم مغنيه وصحابه كم دعوه كسعود مركا ضيتي لما فرنب شام لما فرنب وحاله فرنب شام هي خلاف سيدنا أبو بكر عمر بالفرطي وحنسيب الله بي سيدنا أبو بكر نبي يقول ما يلبدن بكعدي يدور كان نبي ينو قبسن دون أو كتين دون أن أم ديزو أدون كردن بنا نبي الله كوبي بري قلبي وقوي كونفور أنت با مركز على الله أنت ملك سو قاري دون هولو أجي هاي نبي يقول سيد دشيء أم دوسي فتوى ذي وحيدا وحنك ودنا عراق لما فرنا وحنك ودنا مسلمين كسو حجيم مترين لكن شام ضد مسلمين كإيمان يهبا يراديني هذا قيال كاسي كو جوابين مهمد وحاوي سيدنا عمر إنو جيدي ومسألة إجماع إنو مرن ملا لكن سيدنا عمر مكو جيديني إيه سيريني ما حق لآن بهيسو حديثك صن مقال مسي حديث ما أسعين بالسقاية مهمد وحاوي حديثك جابر رواك حديثة كتمت حديثك جابر بأغور رون شن حديثك لا قيمت وأنت المامي دونا حديثك أقول رواه حديث جابر ساسو أكيني إنه شاهد أنه قدو لابد حديثي كوه الرئيسي بابك قصقنا وحدثنا إسحام نراهيم الحنذر صنع راهوية أخبرنا الروح من عبادة القيسي حدثنا ابن جريج عبد الملك ابن جريج أخبرنا أبو الزبير محمد المسلم تدرس المكي أنه سمع جابر جابر بن مغلب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يسأل لو يدينيه عن المهل ماشى الله حرمني يا حجك الله ويديني فقال وحول جابر سمعت وان مقلي ثم انتهى سمعت وحان مقلي ثم انت كذب انتهى ابو الزبير بحديث كي استاوك جوك سدي فقال ابو الزبير وحول وراه وحان ام لين سمعت وجد جابر النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك باكو يمد ابو الزبير وحنا كشكي إن جابر حديث كأو النبي جارسين يي إن كله وأذفانتي من أمله وقف قاسا كجرا وحان مغل جابر لو يدني عين مهل ماشى لقى حرمان يحجك فقال جابر وحوري سمعته جابر وقال قائلك الدنب سمعت أورانا يا جابر ثم انتهى نك منتقي انتونا وأبو الزبير سأكل وقادة حقوق يرقن في كجرا ماشى انت انبالقوا ثم انتهى أبو زوير باكجوك سدي حديث كي إنو سيو وضو فقال وحونا جيدي أراه أي أظن وحان أم لينا يعني إنو إن أجيد أن نبي 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 أن مغين أجيد صدرت ابن إجماجة يا أحمد حنبل أي حديث كوريا يتحاوي في مع شرح المعاني الآثار من طرق ثلاث جزما من غير تردد أو سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم شيغي شنتي ميقات بوا شيغي مركز أفرت ميقات بوا شيغي مركز حقود دري ميقات أهل العراق نوحاوي ذات عرق ذات عرق مركا مراهاسي وحملوا بشي كرامي سمايا مسلم في التمييز دار قدني في العلل تطبع وحوار كأنه علتها لكن المقرر في المصطلح هاوي أظن في باب الرواية ينزل منزلة اليقين إلا بدليل غنقة رواد يحفاظ أي وحمليان صحابها النقدين تابعها النقدين وحلقة سوقك اليقين إلى دليل هذا الشمي وظن في باب الرواية ينزل منزلة اليقين إلا بالدليل حتى هضو موقوف يا جابر وفطوون أيه ومن قبيل الرفع حديث مرفوع على قصة وقال لأنه وابابا لوجد هذه كريم سيرها إن لو دجي ضدك لو ما اجتهد سيد عمر بن حسمي مرك اللي ميقات ما هي سنة ونوفة قرن المنازل محن صمينا وحول كله ونشي أحدا أو قرن ما وطا ساس ميشو كؤاد مكاد مرة إنسان
waxba safar dheer ha soo galine halka ka xidho hore u socdo wax kale muusan sameyn asalkii buu kan rujixda waa loo gal yahay مرك حتى هدله وموقوف موقوف كاني وفي حكم الرفع لأن جابر باب كان باب كل اجتهاد كرما قياسنا ما قال اجتهادنا ما قالوا توقيف توقيتك هو شيء مقدرة إذن رأيك مرك مسلم إيه دار قدن إيه مرين إيه حافظك إيه عفوا دار قدن إيه مرين إيه مسلم إيه نوي وهو استعطينا الحديث هو ضعف في كجر الله فرتاس أكون وركوض بلا صور لما استنتا دوات انت يرتا هرت نساء فهما فقال سمعت يا له جابر فقال سمعت جابر وانتهى انا يا وي ابو الزبير وراهنا انك ورن هيا ابو الزبير طيب وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد محمد بن حاتم بن ميمون السمين وعبد بن حميد كلاهما لبدا وداد عن محمد بن بكر البرساني الازدي قال عبد وحور اصوغ في روايه اخبرنا محمد بوري لكن نين كلا سوي حولي أخبر المجرج قال محمد أخبر المجرج بورين كلا عم بكوريوي أخبر المجرج إن أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابن عبد الله الأنصاري يسأل عن المهلي متابعه كيونيو روح من عبادة عن المجرج بين صوم مرة هنا رواه محي ومحمد إيو عفوا محمد بن بكر البرساني وحوي عن المجرج يسأل سؤال ودينا معين المهلل ودمش لقى حرمان فقال وحور سمعت وحان مقلي أحسب وحان أم يدان أبو الزبير أي رفع إلى النبي حديث النبي أكر يا النبي أتيري وأسوق سنفط وين فقال وحور النبي مهل أهل المدينة رمدنا ماشي كحرنا يان ومن ذي الحليفة ماشي أصي كحرنا يان مدينة أكتيدة لو أتمكن مثل ملاس بيجرتها تقريبا زوجين طبعا وينتي رجيني كنا نغلي أنا وابي لباتمية سوما لباتم كيلومتر ملاس والطريق الآخر وتضع كلير هي من هذي دمعين أي كحجيان أي مري كران الجحوي والطريق الآخر هي من مركي لوات لوات طريق بأوفر مكي من كحرمان كحجين أيان إن يتوصل بحان الحليفة أي مران ينا يعني حق حياته يسكون لفتان حق حياته يسكون لفتان وحاميقات ونقون أيه ميقات كراش هامي الجحفو طيب مركا والطريق الآخر لأهل المدينة مياه مسوى الطريق الآخر لأهل الشام مياه وحلو بدنيا إن ثين من اللي جو عليه وأيوة الله بخير بيلي ينو ومدينة الرسول لا تدك تشوق العلاي سن ماي أما توصل بحاء أما بدع هل كاي ميدك سكول لقى وحق حيب تأذى ومهل أهل العراق ومحلو شايته كم وهي ري العراق ماشي كحرمان أيان من ذات عرق ماشي اللي جداد وهي ومهل أهل النجد من قرن المنازل ومهل أهل اليمن من يلم لم حديث كان تفرد به مسلم عن جميع الكتب الستة حديث جابر كليبا أسقى وريوح كائهم ابن ماجه ابن ماجه وحن كائه خمسة أبو داود ترمذي نسائي بخاري كله وكلا تفرد ابن ماجه بقى لو ذا حديث جابر حديث جابر هذا إنه هينو دار قد تطبع مرقه كياني رقم بقول سيدتها في الحور وفي هذا نظر حديث كان جاب النظر باكو جدا هو قال واق وفي عين لكن كان فر باكو جدا فرطا سهران المسلم باهو الرئيو شيغي ويدين سهران شيغي مشو كاها الله لكن حديثكو شواهد فربدا بوليها جمهور الحنابلة والحنفية وجمهور الشبعي قبال ذات عرق ومنصوص نبقى عديي حديث كان جابرنا واسوغان يائن وسوحاتو صاية شواهد دورة شواهد محاكمية حديث عائشة وحديثه أبو حق بدن إن سيكوري في سنن أبو داود حديث كاسي وحديث سوى آدي هذا حق بدن سنة كي سوى حلقة شيء وين ما تشرو سنة كي سوى حوين لغة شيء شيء وما تشرو محايا إلي أحمد كلي يبقى قنصدة وحوشي أحمد نين ليلة أفلح من حميد بأكو جرو يلو لا تفرد نين كان ونين ثقة صادرت ذهب مركو كاني هذا الكي أحمد الحوري قلت بل هو حديث صحيح غريب ركبة بادر ابن كثير باكميدا ركبة وضضع مري ابن ملقم باكميدا ركبة بامركا وش أكو إن كل وجه ابن سكن أصوبه بصحيح يالي حديث كان مركا عائشة سنن كويمت وحديث حق بدن أحمد نو حوري نين كاس
تابعك يا لا تفرذي إنك تابعك أنا وحجر حي مجرو وأنا انثقاء بل ومن رجال الشيخين بل ومن احتج به ممن احتج به وكم إذا رجل الحجج في صحيح بكجرة حديث الله بعض حديث العباس وصونا الترمذي وصوصا روونا تحسينيا أحمد بهقي بزر نواب وريان حديث صدحات وحديث الحارث بن عمرو السهمي أصونا طارقني بهقي غير كتب وريان حديث أفران وحديث أنس عند الطحاوي حديث شنان وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد مرسل عطاء جرؤ وصحيح سند أهان أعطاني ورح من كبار التابعين والمرسل شنتا حديث وحدك جابر كجرو ومدك أوير لما خاتق شن كرام ماشي كيمي ضعف بها كجرة لكن شواهد وي مرسل عطاء ابن رباحنا أويري جمن جرب الوان ويدي وحاري وحديد كان ذات عرق أذشكت النبي قلت ترنيسو وحاري النبي مجدينين عمر باجدي أنا قلت سداسا مقليب وقوات كيستولي مرسل كبار التابعين هدي وحجي الله له وحجة بالإجماع مالكية حنفية وي بحجيجتين با مرسل وي بحجيجتين با أسوك مطلقا حنابلية شافعية مرسل كأن حجيجتين إلا بقيود وشروط شافعية حنابلنا مرسل كعطا هنا وحج محايا إليه لأنه اعتدد بإجماع العلماء راعرا إن ذات عرق كحرمان أيان كان حران هيان ميقات كذا أصل كان أوي هاي ومسألة إجماع بين السلف والخلف أما عمر هؤلاء ديو هين أما النبي هؤلاء جانقوي هذا عطابا أتيري النبي مرسلا وأنا مرسل حقيستي وكالميستي إجماع الصحابة والتابعين حسب بدلي أود حديث مرفوع يا شيء هذا يبين أن في عوايان شنت حديث غرين صومر حديث جابر حديث عائشة حديث ابن عباس حديث أنس حديث حارث بن عمرو السهمي حديث عبد الله بن عمرو عاص ولي حديث شنب بيد يدي لحوي وركاينه فانتين بيلتاي صدرت حافظكم خوري مركو شهاد او هلي وخوري هذه الطرق هذه الطرق ان سو شغنا شنتا مركو شن شيغي وخوري تعدد او تعدد مرسل عطاء الذي تقدم ذكره سداس التلخيص كويلي فدعبارنا وخوري مجموع هذه الطرق تقوي الحديث وتدل ان له اصلا عين مثل العسل أصل إنه ليه بتصي هذا الحديث تاسع يوحو جيزتان إذن وحال يسكوها يو حديثكم ما أصحي مثلا ما أصحيهم ويهم ويهن ما أها راعي رغم كحرمانيان ذات عرق اللي يسكوها يو والله سبحانه وتعالى أعلم.